اللهم أبدلهم دونها خيرا من دونه وأهلهم خيرا من أهلهم يا رب العالمين. اللهم تقبلهم عندك شهداء يا رب العالمين. اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يسيرون على دربهم يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن ظلمهم وقتلهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من الظالمين أجمعين. ارحم شهداءنا جميعا واغفر لهم بإذنك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تفتنا اجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم ارحم شهداءنا واغفر لهم وعافهم. اللهم اجعل دماءهم الزكيه نورا لنا وغضبا وسخطا على من جرحهم وقتلهم يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين والظلمه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائره عليهم الى حضره النبي واموات المسلمين وامواتنا وشهدائنا لهم ثواب قراءه سوره الفاتحه. المثلث يوم الارض، هذا المثلث اللي اطلق عليه في حينه المثلث الاسود، بس احنا قلنا هذا مثلث النور، المثلث اللي شرارة الخير الاولى انطلقت منه عشان نحافظ على ما تبقى من الارض، عشان نذكر مش بعد 38 سنة، حتى لو بعد 300 سنة نذكر الرسالة اللي عشانها استشهدوا ابنائنا، استشهدوا عشان احنا نعيش على ارضنا، نحافظ عليها ونعيش بكرامة وبثبات. الدم الزكي اللي سال إن كان من البلد الجار عرابي أو من كل قرانا ومدننا العربية ومن الدم الفلسطيني، هذا الدم الزكي هذا عمليا سال عشان يروي هاي الأرض الطيبة اللي كل واحد منا مطالب على إنه لازم يحافظ على هاي الأرض. اللي بصير إخوان اليوم لأبناء شعبنا إن كان في رهط في الجنوب، كل أرض النقب في المثلث في الجليل، الهجم الشرسي على مقدساتنا المسيحية والإسلامية، هذا بتطلب مننا المزيد من الوحدة، المزيد من الثبات على أرضنا. كل واحد مننا مسؤول وكل واحد مننا مطالب على أنه يكون وعي ليوم لهذا اليوم الخالد، هذا اليوم اللي دماء شهدائنا سالت علشان إحنا نقف هون على هاي الأرض الطيبة. يوم الأرض يوم مهم في حياة جماهيرنا العربية، شهداء هبة القدس والأقصى مهمة في حياة جماهيرنا العربية. إخوان إذا بنطلع إحنا شو بصير لأهلنا في النقب وشو بصير لأهلنا في الجنوب وشو بصير لأهلنا في الشمال، إن دل على شيء بدل إنه هاي السياسة الثابتة والمبيتة ضد المجتمع العربي هي مش جد ضد بلد أو مدينة أو شخص، ضدنا كلياتنا. علشان هيك مهم جدا الوحدة والثبات. طبيعي بدنا نترحم على شهدائنا، شهداء فلسطين، شهداء يوم الأرض، شهداء هبة القدس والأقصى، وبدنا نتذكر الأموات منن، نقول لهم يعطيكم ألف عافية، أنتم سطرتوا تاريخ. وبدي في هاي المناسبة أذكر الراحل المرحوم جمال طربي، أحد صانعي يوم الأرض الخالد، وشبابنا الموجودين معانا ببعثوا برسالة واضحة للمؤسسة، ما نسيناش ومش رايحين ننسى، لأنه راهنوا على انه كبارنا راح يموتوا وصغارنا راح ينسوا، صغارنا موجودين بيناتنا مش رايحين ينسوا، وهي الامانه اللي سلمناها من ابائنا واجدادنا بدنا نسلمها لابنائنا وابنائنا يسلموهن لابناء ولاحفاد ان شاء الله. اهلين ونرحب على شهدائنا جميعا. حقيقه ساكتفي في كلمه الاخ رئيس البلديه ورئيس المحافظيه ونائب رئيس المجتمع في هذه الكلمه الطيبه، ولكن اريد ان اركز امر واحد، انه في سنه 76 من الشهود على ما حدث في يوم الارض، وكان جملتين اختصار يعني على اهميه ما حدث في هذا المثلث، انه اليوم العالم قاعد بيحتفل ويحيي ذكرى الشهداء اللي صنع قبل 38 سنه، لانه احنا في سنه 76 صنعنا تاريخ، والتاريخ كان لانه لاول مره عرب الداخل زاد منسوب الاحتقان عندنا وادى الى هذا الانفجار، ادى الى انه اصبحت هذه المناسبه
هي من أهم محطاتنا الوطنية للغلية، تمرد على قرارات السلطة، تمردنا عليه وأصبحنا قادرين على أن ندفع ثمن بقائنا، ثمن دفاع عن أرضنا وجودنا وبقائنا وهويتنا. اللي أنا بشوف اليوم الثلاث قرى اللي هم ثلاث يوم الأرض كله مشترك مع بعض البعض من أجل إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد. هذا مهم الوحدة تبعتنا في يوم الأرض بهاي المثلث يوم الأرض. فالمجد والخلود للشهداء الأبرار، المجد والخلود لشهداء فلسطين، إننا كلنا يد واحدة ندافع عن هذه الأرض، لأن شهداء يوم الأرض إلهن حق علينا واجب نحييها، لأنهن أسقوا الأرض في دمائهم. نحن معهم وإلى الأمام، وإن شاء الله إنه بيكون هناك مجالات. اللي إحنا بنشوف اليوم سن قوانين في الكنيسة يمينية متطرفة، اللي بدنا نقوله إنه كمان الخرائط الإلكترونية عمال بصير بناء هناك بدون رخص ومخالفات ودفع غرامات باهظة. فأنا بقول إنه لازم وحدتنا تكون مع بعض البعض من أجل إنه نتمكن نأخذ حقنا غصب عن السلطة في هذا الوقت الحاضر. حكومة يمنية متطرفة وفيها قضايا عديدة اللي إحنا بنشوف لازم يكون يوم الأرض ويوم إضراب زي ما إحنا اليوم مضربين كلياتنا ومتفقين مع بعض. فيرحم الشهداء جميعا والشهداء فلسطين. أداءنا ستبقى هي الطريق الذي نسير عليه أمام سياسة التهويل وسياسة المصادرة. نذكر ثانيا وأخيرا أن العربي الفلسطيني عام 1976 عندما سالت دماءه على هذه الأرض هو شهد أنه كفى، هو لا يريد أن يبقى عربيا جيدا. خلصنا عصر العربي توف، نحن من عام 1976 عرب سيئين وسنبقى كذلك سيئين، بمعنى إذا كان العربي الجيد هو المتعاون، هو الذي سكت على المصادرة على التهويل، هو الذي خاف خوفا كبيرا بسبب النكبة، 30 آذار 1976 أعلن كفى للخوف، أعلن لست عربيا جيدا، أنا عربي سيء، سوف أحافظ على أرضي، سوف أقف أمام سياسة التهويل وسياسة المصادرة، وحتى لو كان الثمن دمي وروحي. النساء كانوا ماشيات أمام الرجال حماية لهم، لأنهم بالأول كان عندهم شوية يعني خجل إنه مناش نطخ النساء أو نساوي النساء، بس بالآخر ثم كيف بيقولوا الحابل والنابل اختلطوا بعضهم، والنساء والرجال أخذوا حصتهم، كان عندنا جرحى من النساء ومن الرجال، كان عندنا شهداء من النساء والرجال. وأنا بفكر إنه إحنا إذا بدنا نكون مجتمع أفضل وبدنا نصبوا إلى أعلى، الطير لا يطير إلا بجناحين، المرأة لجانب الرجل، إحنا لا بدنا نكون قدام ولا بدنا نكون وراء. بفكر إنه دورنا كثير مهم نكون جنب بعضنا وننطي كل فرد يعطي اللي بيقدر يعطيه لمجتمع ونتقدم هذا المجتمع. رحم الله شهداء يوم الأرض، جعل الأرض خالدة دائما في قلوبنا وفي نفوسنا، وسنحافظ على هذا الأرض لأن الأرض هي الأم، ومن يتخلى عن أمه لا حياة له. فرحمة الله على شهدائنا، ويحيى يوم الأرض الخالد بنسائه ورجاله بشيبه وشبابه، وكل عام وانتم